السيجارة الإلكترونية هي آلة بديلة للسيجارة العادية وتعتبر حديثة العهد في تونس. نلقى فيها أحجام وأشكال متنوعة وتكون مجهزة ببطارية أو بيلة، والأكيد فيه مختلف الأذواق. يتم استنشاقها ويقع تدخينها كأنها سيجارة حقيقية. حبينا ندخل أكثر للعالم هذا وسألنا عدد من مستعملي السيجارات الإلكترونيك وهكا حكاولنا عليها. كنت نساعة نسالك في الشيشة، عندي 15 عام تقريبا نستعمل في الشيشة، ومن بعد نصحني والله واحد صاحبي خذيت ماكينة وجربت، بصراحة عندي 6 شهور نستعمل فيها لاباس خير من الشيشة. الواحد كان يمشي شوية يلهف طبعا لاباس الحمد لله، حتى تطلع دروج كيف كيف تتعب فيسا بالماكينة، بصراحة لقيت فرق كبير. والشيشة أكثر نيكوتين، هذه تتحكم في النيكوتين نتاعها، فما من الويت السيس التروات كيما نستعمل في التروات نيكوتين. ولاباس الحمد لله. مشيت شريت سيجاريت الكترونيك وبديت نستعمل فيها، من الأول نتكيف ونفابي ومن بعد بطل الدخان كومبليتمون، بغيت نفابي كارو. اللي قلق فيها حاجة وحيدة كانو لازمك باسيونس على الآخر معاها، لازمك تتلهب الماتريال ولازمك تختار ليغو اللي يمشيو معاك، وتقلق من الأول وتستعمل الثاني وتقلق من الثاني وتستعمل الثالث. ما عندكش ريحة دخان لا في يجيك لا في فمك لا في وجهك لا في شعرك لا في حوايجك لا في بيتك. تتنفس خير وبودا مومون استعملتها تو عندي 9 mois. كونسوماسيون خير برشا خاطر بون حتى في تونس، معناها حتى بالنسبة في تونس كنت نتكيف باكو في النهار، دونك شنو 6 × 7 42 دينار باغ سومان. ما ينجموش يعرفوا اسكو الدور ولا حتى يعملوا دي زيتود من هنا 10 سنين 20 طون كيما عملوا على الدخان او بود كيلكو زاني. برغم تفاوت أسعار السيجارة الإلكترونية واللي تتراوح من 100 دينار وتوصل حتى المليون، لاحظنا إقبال معتبر عليها سواء من رجال أو حتى من نساء، وهذا ما أكده لنا صاحب محل البيع السيجارة الإلكترونية في سوسة. بالنسبة للإقبال تبارك الله كل يوم، معناتها النابر متاع اللي فيزيتور اللي يجيونا للبوتيك لهنا كل يوم يزيد، في تولي الشباب تبارك الله ولا واعي، الناس كل سير انترنت، الناس كل تعرف شنية مخاطر الدخان، تعرف لي الفاب مثلا قادها سوليسيون باش نحي بها الدخان. لي زاباري اون برانسيب هما الاسوام يتراوحوا ابارتير من 100 دينار، 100 دينار فما فوق يوصلوا برشا غاليين، يفوتوا حتى 1000 دينار ساعات، معناتها هذه تولي معناتها واحد يحب يفايس يحب حاجه، فهمتني؟ لي جو هما راهو في الفاب يتقسموا على دو بارتي، فما يقول لك فرويتي ولا غورمون. الفرويتي يعني انواع الغله اللي تخيلها في مخك الكل موجوده، الغورمون يعني توسكي بسكوي فرويسك الحكايه هذيك. معناتها المشكله برينسيبال نتاعنا تو هي مع الديوان، مع معناتها احنا نلوجوا في ترخيص نحبوا الحكايه هذه واللي تولي ليغال. اخبار متنوعه نسمعها ونشوفوها على اليوتيوب ولا انترنت بصفه عامه تأكد أن السيجارة الإلكترونية عندها أخطار كبيرة وتنجم تتسبب في الإصابة بمرض السرطان. أخبار وفيديوهات أكدلنا عضو جمعية السيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين نصر الدين منزلي إنها أخبار زائفة وفيديوهات مفبركة. الفيديو هذو منتشروا على الريزو سوسيو على يوتيوب، كلهم مفبركين، ما فماش إكسبلوزيون تصير، فما ريسك متاع يتسمى أن ديغازاج لكو البطارية اللي كما اللي موجودة في تليفونكم. البطارية إذا كانت تصير موفيز مانيبولاسيون تنجم تعمل ديغازاج. فما حاجة أخرى، فما ناس يصنعوا الماكينات متاعهم وحدهم، يعني ارتيزانالمون تلقى بوكس تقليدية صنعها وحده من غير شيبسات، من غير معتها كارت إلكترونيك اللي فيها السيكوريتي اللازمة، فهمني، باش يكون معتها التعامل معها آمن 100%. ينجم يصير ان انسيدون. الناحية القانونية هو الاستعمال متاع السيجارة الإلكترونية ماهوش ممنوع، فقط الممنوع هو الاتجار فيها، يعني التوزيع التوريد هو اللي ممنوع، لكن كاستعمال شخصي ما ينجمش يكون ممنوع باعتبار زادة فيه مساس من الحريات الشخصية وكو يخموا باش يمنعوه. جات الخطوة متاع المنع متاعها كان على حد التوزيع والترويج متاع السيجارة الإلكترونية. عدنا مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مشكورين، كانوا متفتحين ويحبوا يلوجوا على حلول للملف هذايا. احنا يقولوا ما عندناش إمكانيات، وزارة الصحة وما عملتش لي ريشيرش وكل شيء، يعني نطلب منهم حاجة بسيطة اللي هي في إمكان أي وزارة نجم تخدمها سورتو وزارة الصحة، خذوا عينة شريحة جديدة من الجماعة اللي بداوا يفابيو ريسامون جدد.
نحبوا ناخذوا 100 شخص يفابي وعملوا لهم متابعه صحيه على عام على عامين، خلي احنا يولي عنا الابحاث نتاعنا، ما نقعدوش احنا نستناو هاو دراسات من برا وهاو كذا، يعني يكون عنا دراسات ميدانيه نتاعنا احنا يجربوا حتى نزيدوا نثبتوا اكثر من مضاعفات او مخاطر التجاره الالكترونيه. مشينا لطبيب عام في سوسه واللي هو امين بن عبد الله، لقيناه هو بدوره يستعمل في السيجارات الالكترونيك وينصح بها المرضى نتاعو في بعض الاحيان. السيجاره الالكترونيه ولا البخاخ الالكتروني اللي توا معروف فيه مواد معروفه اللي احنا نعرفوها بالكذا بالكذا، ما ثبتش لحد الان تورطها في اي مرض معروف والا مرض قاتل، فماش حتى دراسه تثبت شيء هذا. بالعكس فما بعض الدراسات اللي توا بدات تظهر اللي تثبت انها اقل منها خطر من السيجاره العاديه ب 95%. كي نشوف الارقام هذه كي يجيني انسان يتكيف مدخن بطبيعته، من نجم كان ننصحه بالسيجاره الالكترونيه. بطبيعه احنا ننصحه قبل كل شيء انه يبطل تدخين 100%، لكن اذا كان ما نجمش بطبيعه نجمه ننصحوه انه يتعدى بمرحله انتقاليه اللي هي السيجاره الالكترونيه. والله تجربتي الحقيقه عندي توا سنوات نستعمل في السيجاره الالكترونيه، ما عندي حتى قلق منها، بالعكس تفرهدت من ناحيه النفس، من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه المطعم اللي تنشم الروائح. يصير عندها تاثير كبير على الصحه، تاثير ايجابي بما أنه أقلعت عن التدخين نهائيا. بالرغم من وجود تعقيدات عديدة في الجانب القانوني لمجال السيجارة الإلكترونية، وإن القاو كون الدولة التونسية تمنع منعا باتا توزيعها أو الاتجار فيها، نلقاو في المقابل حرص واضح من أصحاب المجال في أنهم يحطوا إطار قانوني وصريح للظاهرة هذه حتى تولي السيجارة الإلكترونية تجارة عادية ومقننة.